تشيك بيز، الحمص الناشف العادي اللي عند العطار، تقدري تطحني عند العطار ويدهولك قدام عينك، او تطحني بنفسك في البيت وتخليه بودرة. انا طحنته علشان وقت البامية وبحاول ان انا انخله. اي حاجة بتطحنيها لازم تنخليها، سبيشالي لو هتعمليها في ماسك كده. انا يعني نخلت شوية منه، اقدر اخد حبة في البولة كده بسم الله الرحمن الرحيم. تشيك بيز للناس اللي لسه داخلة، make it so fine in your blender and try to watch what I'm doing. First of all، أول حاجة هي الحمص ناشف المطحون المنخول. yes، هناخد منه شوية على زي ما انت عايزة. انا هحتاج 3 ملاعق شاي صغيرة من الحمص المطحون المنخول. yes، تمام. هاخد على الحمص المطحون المنخول شيا سيد، بذور الشيا المفتحة، برضو نفس كمية ال 3 سبون، 3 ملاعق تقريبا من الشاي صغيرة من بذور الشيا مع التشيك بيز، شيا سيدز اند تشيك بيز، الاثنين مبيضين فعالين رهيبين. alright تمام. اها، هناخد عليهم 2 large spoon of yogurt. زبادي، حمص، بذور الشيا، نعم مطحونة no problem. ادمجي الزبادي مع بذور الشيا مع الحمص. لحد لما تحسي انه تماسك بالشكل ده. هاتي عليه نقطة عسل ابيض. وكمان نقطة زيت زيتون. لانه التبييض هيعمل بشره جافه. So a drop of olive oil and a drop of honey and a drop of lavender عشان يعمل لك ريحه حلوه وانت بتحطيه على وشك. lavender oil، زيت اللافندر، روز ووتر، ميه ورد او ميه زهر. بالتدريج وقلبي. Here we go. قلبي علشان تقدري
تتأكدي انه المكونات اللي انت حطتيها مع بعضياتها totally mixed، يعني ايه؟ يعني اندمجت. ماسك تقدري تعمليه وتحطيه عندك بره التلاجة او جوه التلاجة، بس لو حر خليها جوه التلاجة. في الشتاء ممكن، لكن في الصيف لا. Here we go. اهو امامكم ثابت البطل. كملي مكوناتك اللي جاية معايا. هتحتاجي مع المعادلة دي معجون اسنان. الخلطة دي انا عملتها يوم سفري ومغادرتي من مصر، ولما رجعت بالعربية من المطار قلت في الفيديو اني عملت ماسك يجنن بمعجون الاسنان وبذور الشيا. انزلي بحتة قد الصباع او معلقة شاي صغيرة معجون سنان ابيض سادة بدون نعناع. يس، ميكس الخلطة دي مع بعضياتها. This is the number one whitening، توحيد لون البشرة، للركب، للكفوف، للدراعات، للرقبة، لتضييع التجاعيد، علشان الكولاجين الجبار اللي جوه بذور الشيا بيعمل ملء للخطوط بتاعة البشرة والتجاعيد. بترغي كتير أبي. يس، مش عارفة أغير روحي، مش عارفة. I can't. I'm trying but I can't change. خريجي مدرسة أبي لندن ووكر حاليا، بقول لكم الوصفاية دي فعالة. بدمجها عشان الجيلاتين اللي بيخرج من البذور بيملى ويتخن وينفش، فبيحتاج مني اني ازود ماء زهر او ورد. كاميرا وايديه، تعالي زودي واضربي بالملعقه. علشان تتجانس حته معجون الاسنان مع بقية المكونات، ماسك للتجاعيد وكريمة للتبييض، هاي الفعال من التشيك بيز، الحمص الناشف المطحون، وبذور الشيا، ومعجون الأسنان، والروز ووتر، ماء الزهرة وماء الورد. وده بيكون شكل الماسك بتاعك. يفرد على البشرة بأكملها، يفرك من على البشرة عندما يجف. عرب اهو. Leave it until it gets dry totally on your face. When it's dry, scrub it out of your face. Rinse it and repeat it twice a day. تقدري تعمليها مرتين في اليوم، فوق ابيض تحت ابيض. يس، ومش هحطه دلوقتي، هسيبه شوية يرتاح، لان الناس القديمة عارفين ان بذور الشيا